عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. شركة جوليت إيدغوليك، شركة جوليت إيدغوليك الكندية والتي تستقطب عمال الأجانب والتي هي بحاجة لليد العاملة. إذن إخوان أخوات الكرام، سأشارك معكم في هذا الفيديو شركة كندية التي ستساعدك في الهجرة إلى كندا عن طريق عقد عمل. إذن إخوان، كل ما عليكم أن تتابعوا مع الفيديو إلى الآخر لأعطيكم طريقة التقديم. هنالك استمارة ستقومون بملئها وتقومون بإرفاق سيرة ذاتية وتقدم الطلب مباشرة من خلال الهاتف أو من خلال الحاسوب. إذن إخوان، قبل الدخول في التفاصيل أدعوكم إذا كنتم زوار جدد الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. إذا كما تلاحظون إخوان أخوات، هذا الموقع الرسمي للشركة ستجدونه في أول تعليق جوليت إيدغوليك. يمكنكم الدخول إلى موقع الشركة والتعرف على هذه الشركة عن كثب، فريق مخصص لخدمة خالية من المتاعب. إذا كما تلاحظون إخوان، لدينا جميع تفاصيل الشركة، الخدمات التي تقدمها الشركة، كل ما يتعلق بالهندسة، تركيب طقم الخط، الرطب، الإصلاح والعديد من الخدمات. شركة لديها تاريخ كبير جدا كما تلاحظون إخوان أخوات، ولديها عدة فروع بمختلف المناطق الكندية. هنا لدينا بعض الصور المتعلقة بالشركة. انضم إلى فريقنا، الشركة تدعوك إلى التقديم للعمل معها. إذا الشركة متخصصة في مجال تدوير الخراطيم كما تلاحظون إخوان أخوات، إعادة تدوير فلتر الزيت، إعادة تدوير فلاتر الدهان، سائل غسيل الزجاج الأمامي السائب لأسطولنا. إذن هذه كما تلاحظون شركة كبيرة جدا متخصصة في جميع كل ما يتعلق بإصلاح الشاحنات والمركبات الثقيلة وكل ما يتعلق بالرافعات إلى آخره. إذن إخوان، سنذهب مباشرة إلى الوظائف المتاحة وسنرى طريقة التقديم. إذن نقوم بالضغط على وظائف. إذن هنا تظهر معنا صفحة جديدة، نقوم بترجمة الصفحة إلى اللغة العربية. جيد، إذا لاحظوا معي إخوان أخواتي، إذا كان علينا أن نصف أنفسنا نقول لك أن نعمل بجد وصرامة أثناء الاستماع، نستمع لبعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض، هذا هو سبب المشاركة. كل ما بنسبة 100% أكثر تفانيا منا مستحيل. إذا كما تلاحظون اقرأوا جميع هذه التفاصيل إخوان، هل فعلت ذلك؟ لسنا مجرد موظفين، نحن نفط في التروس نظرا لأنه ضروري للآلة. هنا يكون الإنسان في قلب الشركة. هنا بعض الصور للعاملين الموظفين في الشركة كما تلاحظون. لدينا هنا فوائد العمل كما تلاحظون، الحياة الاجتماعية، ستحصل على كل ما يتعلق بالتضمين الاجتماعي، أنشطة اجتماعية، بيئة صحية وآمنة، وظروف العمل والتمويل أيضا، العديد من المميزات. إذا سنقوم بالذهاب إلى الأسفل. هنا لاحظوا معي إخوان أخوات، لدينا المجالات. إذا هنا لدينا كل من يعمل في مجال الإدارة، إذا كنت مساعد إداري، موظف مكتب، عون محاسب، مدير الأسهم، إذا كنت تعمل كمستشار قطاع غيار، كاتب قطاع غيار، كاتب مستودع، مدير المشروع، التمثيل أو مفوض، أو كنت تعمل كميكانيكي صناعي، ميكانيكي كهربائي، أو فني هيدروليك، أو مثبت في مجال كمثبت أو مثبت أو قائد فريق. نذهب إلى الأسفل. إذا هنا لدينا استمارة إخوان أخوات، ستقوم بملء جميع المعلومات الخاصة بك، كل من الاسم الشخصي والاسم العائلي والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ونقوم بإرفاق السيرة الذاتية. هنا نقوم بكتابة رسالة خطاب، ستجدون نموذج في صندوق الوصف. إخوان أخوات الكرام، قمت بملء جميع المعلومات الخاصة بي، والآن سنقوم بالضغط على إرسال الطلب بأنفوي. الآن تتم معالجة المعلومات على الموقع. إذا كما تلاحظون إخوان أخوات، تم تقديم الطلب بنجاح. إذا هذه طريقة إرسال الطلب لهذه الشركة، شركة جوليت إيدغوليك. إذا نقوم الآن بتقديم طلبات إخوان أخوات، أتمنى لكم التوفيق ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم، ستجدون الرابط في أول تعليق. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.